السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشاركة القطاع الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وخلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير نظم الري والزراعة بالمشروع وكافة المشروعات الزراعية بالدولة. كله بيناقش القضية في إطار إن المية متوفرة فهو يزرع بيها، وده أمر يعني طبيعي وموضوعي يمكن، لكن أنا عايز أقول للي بيسمعني، المية عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت، ولو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، إحنا محتاجين إن نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعة تتطور جدا، وحتى التآوي والبذور المستخدمة تتطور جدا. كما أكد الرئيس السيسي أهمية شبكة الطرق لنقل حجم الإنتاج الزراعي الضخم من مشروع مستقبل مصر. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية مشروعات تبطين الترع ومحطات الرفع في التنمية الزراعية. لما جيت أعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه لايه؟ الساحل. الساحل يعني، لا هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليها. انا بس بقول ده كايه، كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقه ترع اللي سواء كانت الترع دي ترع مكشوفه او ترع يعني مقفوله بمواسير. نفس الكلام يتحط على محطات الرفع. أوضح الرئيس السيسي أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل 2 مليون فدان تقترب من مساحة 4 محافظات كبيرة الحجم. وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشروع احتاج من الدولة تخطيطا مركزيا لتنفيذ بنيته التحتية. لما نيجي نتكلم على 4 مليون فدان، يعني تقريبا بالنسبة للدلتا هنا حوالي 2 مليون، ال2 مليون دول 3-4 محافظات كبار، ولا يا دكتور؟ يعني ال2 مليون فدان دول 3 محافظات كبار زي البحيرة اللي هي فيها زراعات ضخمة جدا، فال2 مليون فدان ده رقم كبير قوي، ومش بنقوله كبير عشان يعني نحن فرحانين بيه ومن حقنا نفرح بيه برضو، لكن لأن احنا بنقول عشان كده كان لابد ان البنية بتاعته، البنية الأساسية للمشروع ده اللي تقوم بيها الدولة، عشان أولا يتعمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي، عشان ما أقدرش أقول لحد أنت تزرع ال50 ألف فدان دول طب أعمل لك محطة رفع واحدة، ما ينفعش. ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية المشروعات القومية في تشغيل عمالة جديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تلك المشروعات في توفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم. إن أنا أعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير، أنا بعتبر ده ربح يتحط، هو مش منظور أنت بتحسب جالك كم جنيه، لكن أنا بحسب برضه كم جالي كم يعني قد إيه دخلي، ولكن من ضمن الدخل بتاعي إن أنا شغلت في المشروع ده 100 أو 1000 أو 100 ألف إنسان، فال100 ألف إنسان ورا منه 100 ألف أسرة، وده في حد ذاته بعتبره مكسب مالي، لان انا المفروض كدوله بوفر فرص عمل للناس، وبقول ان فرصه العمل من 100 ألف جنيه لمليون ويمكن تزيد اكتر دلوقتي، 1 مليون جنيه الفرصه الواحده، فانا لو انفقت الانفاق ده عشان اوفر لانسان فرصه العمل ديت لا باس. كما لفت الرئيس السيسي الى اهميه المشروع القومي للصوامع رغم مشكله توافر الدولار. وأكد الرئيس السيسي أن زيادة قيمة المنتج المحلي وزيادة الصادرات تمكن الدولة من تجاوز تحدي توفير الدولار.
كان عندنا تحدي الدولار وما زال. قلت لهم لازم تعملوا، وانا بقول الكلام ده ليا وللحكومه ولكل الناس المهتميه في مصر، اذا كنتوا عايزين تتجاوزوا مشكله الدولار في مصر لازم تخلوا المنتج المحلي ضخم جدا عشان يغطي المطلب بتاع البلد، ولو في فرصه انك انت تصدر بره تصدر. بتكلم في اي حاجه، بتكلم في اي انتاج زراعي صناعي كده. هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويعد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج، ويساهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وقد حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية. في إطار خطة الدولة لتعمير الصحاري الشاسعة القابلة للاستصلاح وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، نفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددا من المشروعات التنموية، منها الاستصلاح الزراعي من الدلتا وحتى بني سويف والمنيا ومحافظات الصعيد. مشروع مستقبل مصر لهدف رئيسي هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية متعددة، وأيضا التنمية الزراعية اللي احنا النهاردة بصدد الحديث عنها، فاحنا بنتكلم عن الأهداف، فهو ده الهدف الرئيسي
للجهاز. ولتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه، يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الري المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث. تنينا ماسك قطاع البطاطس تمام، والحمد لله رب العالمين. البطاطس من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم كله، وبالنسبة لجهاز مشروع مستقبل مصر ده من بسم الله ما شاء الله من أول ما بدأ المشروع، وإحنا والناس كلها في زيادة جدا وفي زيادة إنتاجية رهيبة. بنختار الأراضي الجيدة اللي صالحة للزراعة وبنبتدي نوزعها بعد كده بناء على تحاليل المية. بنوزع تزرع بطاطس، تزرع قمح، تزرع شعير، احنا بنزرع هنا محاصيل متعددة جميع أنواع المحاصيل. طبيعة الزراعة هنا العمل على الاستراتيجية، زراعة الحبوب أهمهم القمح والذرة والفاصوليا والفلسطين. احنا بنعمله دورة زراعية طبعا للزراعات في أرض تصلح والمياه تصلح لزراعة البطاطس وزراعة الفلسطين، وفي أرض تزرع لزراعة البنجر والقمح والفاصوليا وكده. في المرتبة الأولى بالنسبة للمحاصيل الحبوب، المحاصيل الاستراتيجية على رأسهم طبعا في المقدمة محصول القمح ومحصول الذرة الشامية ومحصول الفول الصويا وعباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتية والسمسم وفول السودان. أهم ما يميز مشروع مستقبل مصر في الزراعة هنا رقم واحد التربة خصبة جدا جدا، خالية من الحشائش، خالية من الأمراض. رقم اتنين إن مصادر المياه عذبة، مفيش ارتفاع في الأملاح. بنستخدم هنا طرق الري الحديثة زي ما انت شايف حضرتك كده، ده البيفود من أحلى طرق الري الحديثة. الغرض المحاصيل المتنوعة دي كلها سد الفجوة الغذائية تمام، وتصدير بعض المحاصيل، والعمل على إيه؟ على العمل توفير العملة الصعبة. من بين جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية يأتي نشاط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كأحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية بمساحات وصلت إلى ما يقارب من 800 ألف فدان من الأراضي المستصلحة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة 33 للقمة العربية. يناقش الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية والذي سيعقد غدا الثلاثاء عددا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة. وتتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية. كما تناقش القمة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. في سياق متصل، شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية 33 والتي ستعقد يوم الخميس المقبل بالمنامة. وخلال كلمته أشار أبو الغيط إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المستمر على فلسطين وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية، وهو ما يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما أشاد أبو الغيط بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة، والتي لا تزال إسرائيل تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة. أضاف المصدر رفيع المستوى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين بقطاع غزة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأوضحت الخارجية أن الوزير شكري ونظيره الأمريكي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية، حيث جدد الوزير شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1,400,000 فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشددا على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع. وفي سياق متصل، أكد سامح شكري لنظيره الأمريكي على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة. كما شدد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. وتم التأكيد مجددا على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. هذا وفي نهاية الاتصال اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. أعرب الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية تامر هايمان عن قلقه بشأن علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة. ونقلت شبكة سي بي أس الأمريكية عن المسؤول الإسرائيلي السابق قوله إن تل أبيب تواجه تحديا في صون القيم المشتركة مع واشنطن، مشيرا إلى أن البلدين يبتعدان عن بعضهما البعض، وهو ما وصفه بالتهديد الاستراتيجي. انتقد النائب بمجلس الشيوخ الأمريكي لانسي جرهام القرار الخاص بوقف واشنطن إرسال أسلحة إلى إسرائيل حال اجتياحها رفح الفلسطينية. وفي حوار مع محطة سي ام بي سي الأمريكية، طالب السيناتور الجمهوري الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل وإرسال القنابل لها، معتبرا أنها تواجه خطرا وجوديا. إليك ما أريد قوله حول قتال عدو يريد أن يقتلك أنت وعائلتك. لماذا أسقطنا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي؟ لكي ننهي حربا لم نكن لنحتمل خسارتها. من الواضح أنك لا تفهمين ما تواجهه إسرائيل. إنها تواجه إيران التي تلقت مساعدة بمليارات الدولارات. لذا عندما واجهنا الدمار كأمة بعد حادث بيرل هاربر ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بضرب هيروشيما وناجازاكي. لقد كان هذا هو القرار الصائب. اعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تتحمل خسارتها، وعملوا معها لتقليل الخسائر. دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل. وذكرت صحيفة تلغراف أن وزير خارجية حكومة الظل حث السلطات على تعليق بيع الأسلحة التي قد تستخدم في الهجوم على رفح الفلسطينية، ويمثل هذا الإعلان تباينا مع موقف الحكومة. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35,000
و91 شهيدا و78827 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. في الأثناء استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في تجدد قصف الاحتلال على مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شهداء وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم جباليا. تزامنا قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مراكز الإيواء وأجبرت مئات النازحين إلى التوجه لغرب مدينة غزة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أعلنت أن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع. وأضافت أونروا في بيان أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار. واصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية بنبان بحري لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. وضمت القافلة 8 تخصصات مختلفة بالإضافة إلى معملين للدم والطفيليات والأشعة، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسوان لإجراء العمليات الجراحية. القافلة النهاردة معانا بتضم 2 أشعة، أشعة العادية والأشعة التلفزيونية. عندنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم. القافلة النهاردة بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة. بنبدأ فعاليات القافلة بعمل ندوة تثقيفية صحية لسكان القرية، بنعرفهم أو بنتكلم في جميع المواضيعات الصحية اللي تهمهم، بنوجههم إزاي يحصلوا على الخدمة الصحية كاملة سواء في القافلة أو في المستشفى أو في الوحدة الصحية. بنتكلم في جميع المواضيع الصحية اللي هو محتاجاها القرية. القافلة الطبية دعم من سيادة الرئيس، والقافلة دي مش أول مرة تاجي والناس مبسوطة، تكررت كذا مرة يعني، والعلاج بالمجان. وهنا القافلة الطبية بتقدم خدمات شاملة، تحاليلات وأشعة وعلاج بالمجان، وهذه القافلة تتكرر في السنة من 3 إلى 4 مرات، فهذا شيء طيب من القيادة السياسية تدعمنا وتدعم المواطنين الغلابة الموجودين في القرية الذين لا يأخذ، حتى المستشفيات تحول على القافلة والقافلة نفسها تحول على المستشفيات، فهذا شيء طيب. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وأقل سعر للصق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدية من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان اللحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليهم، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.